السعودية ده؟ نعم. اسمك ايه؟ اسمي ابو هشام سلطان. هنا يعني المفروض البيت انتوا في مراحل كبيره هي طلعت الحمد لله، ما تيجي تورينا يلا. اتفضل. انت هنا اتفضل. عايش انت لوحدك؟ لا انا وامي. انا وماما. ومراتي. فين؟ عند مع ماما في بيت اخويا انا. عندك اولاد؟ عندي اربعه. يعني زوجتك واولادك مع والدتك؟ ايوه. فين بقى؟ عند اخويا انا. لحد ما البيت ده يشط بقى. ان شاء الله. يعني عامة ألف مبروك، ورينا بقى. اتفضل اتفضل. ده ما شاء الله، ايه ده حاجة فخمة خالص. شاكرين، ألف شكر ليكم والله. ألف شكر ليكم، نشكر جامعة الأرمان والله. ده حاجة جميلة، سيراميك بقى ومطبخ أمريكي. كله من خير، كله من خير. شاكرين. بتشتغل ايه؟ أنا فلاح. يعني كده أرزق كده. أرزق برضه بس تزرع يعني؟ لا أنا أزرع. ما أيوه أزرع. مثلا في ارض بالاجره؟ بالظبط كده. يعني دخلك يعني بكل فتره قد ايه؟ يعني مثلا مش حجمه قد ايه، لا يعني كل فتره بتنزل تشتغل قد ايه؟ يعني انا لو اشتغلت في مصر يعني ممكن اجيب يعني 1000 جنيه في 40 يوم حاجه زي كده يعني. يعني برضو انا واولادي. انا يعني ربنا يبارك في رزقك، مش قصدي كام، انا قصدي يعني بتنزل تشتغل كل فتره ولا مثلا شغال طول الوقت؟ هو انا لازم اشتغل، ما اشتغلتش عايش منها يعني، لازم اشتغل. ولادك في المدرسه؟ لا يا اكبر واحد سنه سادسه. صغيرين. عينك يا رب. تيجي بقى ورينا كده، ده انتوا خلاص فاضل قربت بس على البياض. البياض بس. ماشي. وبقى تسكنوا فيها، اولادك شافوها ولا لسه؟ لا لسه والله. راحوا قوي. ان شاء الله. المطبخ عاملينه لك كبير بقى، مطبخ امريكي كبير. شكرين. الحمام. حمام. ودي اولاد هنا وراكي بس. ده الحمام كويس، جميل خالص، جميل خالص. وهنا اوضه النوم. دي اوضه تانيه؟ دي اوضه الجلوس جوه هنا. يعني اوضه الجلوس ولا بتعملوها اوضه للولاد؟ عشان انا برضو دخلت بيت نقعد اوضه للعيال يعني، الاولاد يعني. يعني امي والعيال هنا وهنا وانا والمدام هنا. رحت برضو يعني شايفه البيوت اللي بتتعمل هتتعمل على اساس اوضه نوم واوضه جلوس، لا الجلوس دي تعملوها للولاد. الاولاد ايوه. هنا والدتك والعيال. الله ينور عليك. صح. كبيره بقى. دي ما شاء الله جميله خالص، كبيره. شاكرين شاكرين. ايوه كويسه والله. لك فيه ان شاء الله. ربنا يخليكم انتم، ربنا يخليكم. الف شكر. نفسي اشوف ولادك بقى ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليكم يا رب. سلام عليكم.